الشيء الثالث النسبة، إياك إياك أنك تنتسب لطائفة وجماعة ما هي معلنة لأصول أهل السنة والجماعة، و يعني معلنة الانتساب وفي نفس الوقت موافقة لأصول السنة والجماعة بالعمل، لأن قد تعلن الانتساب لكن تخالف العمل، احذر. وأي طائفة اليوم على وجه الأرض تنآبك عن ولي أمر المسلمين احذرها، احذرها، لأن هذه تريد أن تؤسس لهدف آخر، فلا تغتر بها. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن ما يكون فيها من الحرج واختلاط الأمر تشابه والقتل عن غير بينة مثل ما هو جاري الحين، قيل له ما نصنع يا رسول الله، يعني كيف أفعل لأدركني ذلك؟ قال تلزم إمام المسلمين وجماعته ولي الأمر الذي في بلدك المسلم اللي يصلي. قيل فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال اعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. في الحديث الآخر قال إلزم بيتك. فهذه لابد من فهمها والعمل على ضوئها، أنك ما تنتسب الحزب أو جماعة أو طائفة إلا هي معروفة بالانتساب لأهل السنة والجماعة والعمل بأصول أهل السنة والجماعة ومحبة الخير للناس وحسن التعامل مع الناس والحرص على هداية الخلق للحق. أهل السنة والجماعة يجمعون ولا يفرقون ويؤلفون ولا ينفرون ويصبرون الناس عند النوازل والفتن، ما يهيجون الناس وينصحون لكل إنسان حسب حاله، يحبون للخير للناس الخير مثل ما يحبون لأنفسهم، يكرهون لهم الشر مثل ما يكرهون لأنفسهم. هذا أيضا أمر ينبغي أن يجعل باله، لا تخدع ولا تجاوز الحد،